wishing to all our lovely guests Happy New Year, Happy 2018 from beautiful Three Corners Fayrouz Plaza Marsa Alam Second Home and the Golden Team. Saïda, bonne année. Happy New Year. Going to a place where I belong. The land of thousand nights, where the fairy tales begun. The land of kings and lots of pharaohs. The sun is rising up. Won't let me down. Love in the air tonight. وإن شاء الله ربنا يوفقكم
وبيبو علينا انا يعني مش معايا كل الدين بس رساله بعتها لكل الناس وانا اشكر الاخوه الزملاء على الدعم بتاعهم وسواء كان مدربين او اسيستنت الفندق ده عباره عن منظمه كبيره يبتدى بها وسوف تذكر في الكتب في يومنا بطريقه العمل بطريقه الاجتهاد بطريقه الحب للعمل بطريقه الاخلاص. انا سعيد بان اكون منافس معاكم دايما في ابني وفي عيلتي وفي كل حاجه. العمل هو حياتي، العمل رقم واحد وبعد كده اي رقم ثاني بتيجي ورا بعضيها. لو انت امنت بشيء بتعمله تاكد تماما هتنجح فيه. مفيش حاجه اسمها حظ ومفيش حاجه اسمها مستحيل. انا كنت موظف صغير ووصلت لهذا البوزيشن من خلال الناس ومن خلال الناس العظيمه من خلال التيم بتاعي من بدايات. ممكن اكون انستريكت شويه في الاداره، عايزه انك انت تكون صح. لازم تكون صح ولازم تكون صح مع نفسك وليس مع الاخرين، لان انا اتكامل مع الاخرين. لكن انا لازم اول مهام اقول انا عملت ايه وازاي صححت. لو اخطات بكره صح، مش عيب اني اخطات لان تدعو، لان الخطا حد ذاته للانسان تدعو. ولازم نجاح يحتاج الناس الاقوياء، الاقوياء اللي هم سيطروا على نفسهم يبقوا اقوياء مع نفسهم. وانتم مثل وقدوه يعتز بها. واشكركم وكل سنه وانتم طيبين. ده مش عيد ميلاد، ده عيد نجاح لكل الجولدن تيم، لكل we